الجواب بيجي بالمنظر ده، ناحيه مكتوب فيها اللوجو بتاع جوجل ادسنس والختم ده اكيد بتاع البوست او حاجه، الناحيه الثانيه مكتوب فيها برضو اللوجو بتاع جوجل ادسنس، وطبعا المكتوب بالعربي ده اللي كتبه الهيئه بتاعه البريد، وهو بيجي تقريبا مكتوب بهيروغليفي كده زي ما انتم شايفين، هو مكتوب عربي مفرط معكوس تمام. فطبعا في الغالب بيضيع ما بيوصلش، ودي سبب تاخير الجوابات دي. الجواب ده عشان يوصل لك بياخد 3 اسابيع، المفروض ان هو ياخد 3 اسابيع بس هو بيقعد اكتر، فبتبعت طلب تاني فيقعد 3 اسابيع، في طلب تالت، في طلب رابع، وفي الحقيقه هو بيتاخر. ايه سبب ان هو بيتاخر؟ اكيد طبعا الطلاسم اللي مكتوبه دي ما بتوصلش. تاني حاجه هو ما لهوش دمجه، فالبريد ممكن ما يهتمش، لو في حد بس فاهم في البريد او حاجه ممكن هو اللي يفهم اهميه حاجه زي كده بالنسبه لحد، ويحاول يفك الطلاسم دي ويفك العنوان ويحاول يوصل لك او يتصل بيك او حاجه. بس هو للاسف برضو حتى رقم التليفون مش موجود عليه عشان حتى يقدر يتصل بيك، هو المفروض ان هو يجي لك على طول تمام. فانا لقيت حد من البريد بيقول لي استاذ محمد عمر، انت جاي لك جواب من جوجل، وانا اعتقد ان الجواب ده بالنسبه لك مهم. طبعا شكرته وبصراحه ما رضيتش افتحه لوحدي، قلت نشوف شكله ايه مع بعض واصوره، لان انا ممكن ناس كتير تبقى عايزه تشوف ايه شكل الجواب من جوه او ايه اللي بيبقى موجود فيه. هو المفروض الجواب ده جوه منه رقم سري، الرقم السري ده اللي هو فيه بيقدروا يبعتوا لك فيه الفلوس بتاعتك اللي انت محصلها من اليوتيوب. فدي واحده من المراحل الصعبه والرخمه اللي بتعدي بيها اي قناه يوتيوب وبتحتاج لها. في ناس كتير ما بتوصلش للمرحله دي، وفي ناس بتعطل من قبل كده تمام. فتعالوا بس الاول نشوف شكل الجواب ايه من جوه، ونشوف ايه الرقم السري اللي جاي لنا. هنحاول بس ايه ما نبوظوش عشان مش بعد كل دوت ما نعرفش نوصل للرقم يعني. بس كده هو بيجي كده، تقدر بقى تبقى تشوفها تحس ان ايه ده اللي موجود جوه. رقم التعريف الشخصي البين لحسابك في الجوجل ادسنس، موجود فيه شوية خطوات كده لسه ما قريتهاش، وادي الرقم اللي احنا متعذبين عليه تمام. هو موجود اول حاجة الخطوة الاولى، سجل في حسابك في جوجل ادسنس عن رابط فلاني باستخدام عنوان البريد، والخطوة التانية انقل على رمز الترس وحدد الاعدادات، الخطوة التالتة شريط التنقل الايمن انقر على معلومات الحساب ثم انقر على التحقق من العنوان، والخطوة الرابعة ادخل رقم التعريف الشخصي كما يظهر على اليسار ثم انقر على ارسال رقم التعريف الشخصي تمام. دي الاربع خطوات اللي المفروض ان هو موصيني ان انا اعملهم تمام، ومديني رقم التعريف الشخصي اللي هو مكتوب باللون الازرق دوت، وبيقول لك لو عايز تعرف المزيد اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ادي كده الموضوع على بعضه، الجزء اللي فوق ده ما فيهوش حاجة، الجزء اللي تحت عبارة عن رقم في الشمال وشوية معلومات في اليمين مش محتاجينها اصلا، لان احنا كده كده عارفين هنعمل ايه، بس هم كانوا محتاجين من عندهم الرقم. الرقم ده هو بالنسبة له هو بتأكد من ان بياناتك صح، وان هو عارف يراسلك، وان هو بيبعت لك على العنوان المظبوط اللي هو اللي موجود في البطاقة واللي هو موجود في الواقع. فمن غيره هو ما بيبقاش عارف انت مين، ما يقدرش يصرف لك فلوس. ده مش معناه ان انت ما بتحققش ارباح، انت كنت بتحقق ارباح، ولكن الارباح بتيجي في فتره من الفترات طبعا لما بيطلب منك البين وانت ما بتبعتوش بيوقف الارباح، عشان يبقى نوع من انواع الضغط عليك انك انت لازم تحط البين. وغير كده هو عمره ما يبعت لك اي ارباح على اي حساب الا لما يكون عارف انت مين تمام. فهو بالطريقه دي بيتاكد منك انت مين، بحيث انك انت لو عملت اي مكلفات او حاجه هو هيسلمك عادي يعني اليوتيوب هيعرف يجيب اساسك ويجيب قرارك. تاني حاجه يبقى ضامن ان الفلوس اللي هو بيبعتها للشخص اللي هو مقصود او اللي هو يستحق الايه الحاجات دي. للي ما يعرفش اهميه الجواب دوت، هو ده خطوه مهمه جدا في انك انت يكون عندك قناه يوتيوب موثقه بتحقق ارباح. الارباح مش كل حاجه والمشاهدات مش كل حاجه، بس يعني هي حاجات مرتبطه ببعض، فجزء منها ان القناه تكون متاهله للربح، وبعد ما هي تتاهل للربح تقدر كمان تسحب الفلوس بتاعتك اللي انت كسبتها من خلال اليوتيوب. هبقى اكمل معاكم في فيديو تاني بعد كده اوريكم عملنا ايه بالرقم واستغلناه ازاي،
وازاي فعلنا بيه القناة. طبعا انا عايز اشكر الناس اللي ساعدتني في القناة، انا مش شغال لوحدي، انا معايا ناس بتساعدني والناس بتسبورت الموضوع وتعبوا، ويمكن يكونوا تعبوا اكتر مني، نديهم جزء من حقهم ونقول ان هم قد ايه تعبوا معانا. تمام، انا معايا المونتيرة الشاطرة جدا اللي اسمها آية سمير، هي دي اللي ماسكة كل المونتاج بتاع الفيديوز اللي عندنا، ومعايا ندى امام معدة وقدمت برامج، هي اللي عاملة الفويس اوفر. طبعا حازم المصري صديقي، عملنا مع بعض شوية حاجات ولسه هنعمل مع بعض حاجات اكتر. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا او تشوفوا من عندها حاجة، خشوا شوفوا المحتوى بتاعنا، اذا كان حلو قولولنا، اذا كان وحش برضو قولولنا، احنا ما مش بنمسح اي تعليقات، احنا بنحترم اي تعليق طالما ان هو حد محترم وحد بيقول رأيه وشايف حتى رأي مخالف لينا، فده عادي، حاجة احنا بنحترمها. قولولنا رأيكم ايه اللي عجبكم، القناة فيها اكتر من قسم، وفيها حاجات كتير، فيها حاجات كوميدي، فيها حاجات وثائقية، فيها حاجات اجتماعية، احنا عايزين نوصل لحاجات اكبر من كده بكتير، وعايزين يبقى عندنا اعمال درامية كاملة موجودة على القناة. ده مش هيحصل الا لما يكون في دعم منكم، ولو اي حد عنده اسئلة او استفسارات او مشاكل مقابلاه يبعت لنا، ونحاول ان احنا يا نرد عليكم في الكومنتات، يا اما نحاول نعمل لكم فيديو واقول لكم فيه ايه الحلول للمشاكل اللي انا قابلت. كل المشاكل الحمد لله تمام، والحمد لله قدرنا نسيطر على كل المشاكل، ولو اي حد محتاج مساعدة في حاجة يكلمنا. السلام عليكم.